أعزائنا المشاهدين، يتجدد معكم لقاءنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. رهبنة الوردية في الأردن تحتفل بذكرى تقديس الأم ماري ألفونسين. البابا فرانسيس يعلن عن سنة يوبيل للقديس يوحنا دولاسال. السفارة اللبنانية في عمان تحيي عيد استقلال بلادها. وفيها أيضاً كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك تفتتح أول بازار ميلادي لهذا العام في مرج الحمام. أهلاً بكم في أجواء إيمانية وروحية ممزوجة بالخشوع والتأمل. احتفلت رهبنة الوردية في الأردن بالذكرى الرابعة لتقديس الأم ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. احتفلت الرهبنة الوردية الأورشليمية في الأردن بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بعيد مؤسسة الرهبنة القديسة ماري ألفونسين دانيال غطاس في دير بيت الزيارة دابوق. عاون سيادته في القداس جمع من الكهنة الأجلاء بحضور غبطة البطريرك فؤاد الطوال والرئيسة الإقليمية للرهبنة في الأردن الأخت مشلين معلوف، وسط حضور حافل من الأخوات الراهبات القادمات من شتى مدن وقرى المملكة وجمع غفير من المؤمنين. الرب حصن حياتي فمن من أفزع؟ إذا تقدم علي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي فإنهم يعثرون ويسقطون. أما أنتم فبفضله صرتم في المسيح يسوع الذي هو لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء. وفي عظة القداس أرسى سيادة المطران نهج دروب القداسة من خلال التطويبات على الجبل التي أرادها الرب يسوع دستور حياة لكل من أراد السير في سبل القداسة نحو كمال ملكوت الله. وأضاف سيادته عن إرادة الله العلي في أن يقيم من أرضنا المقدسة قديسة بصفات الأم ألفونسين في تواضعها وصمتها وحبها للآخر، والتي خدمت في مدينة السلط ما يقارب عامين، فنحن ننعم ببركة كبيرة في الأردن. نعم، صانع السلام هو من يحول الأعداء إلى إخوة متحابين، ومن يحب كل الناس من دينه أو من غير دينه، ومن يحاور ويقبل بالاختلاف ولا يحوله إلى خلاف، ومن يعذر ولا يدين، ومن يفكر تفكيرا إيجابيا فيرى الخير الذي في الآخرين لينميه ويضاعفه. وفي ختام القداس قدمت الأخت إيميليا صلايطة الشكر لسيادته وللآباء الكهنة ولجوقة القديس جورج الشهيد في محافظة إربد ولطلاب مدرسة راهبات الوردية في الشمساني على إحيائهم الترانيم خلال الصلاة، ولفضائية نورسات مكتب الأردن على نقلهم وقائع الصلاة، وللضيوف على مشاركتهم فرحة العيد وبهجة الحدث. كل سنة وانتم سالمين. اليوم في مهرجان عيد أمنا مير ألفونسين مؤسستنا وحبيبتنا، هي اللي بتدير بالها علينا كنا، ومعايداتي لكل خيات الرهبات وللرئاسة العامة وفي الضفة الغربية كمان بعايد كل خياتي اللي ما قدروا يجوا، وبشكر الحضور في هالمهرجان الحلو والجميل، والعذرة تحمينا وتحميكم كلكم، وشكرا كمان للنورسات اللي عمالها بتوصل كلمة الله لكل واحد في بيته. ربنا يعطيكم الصحة ويعطيكم القوة حتى تقدروا تعملوا الرسالة تنثروها محبة وسلاما في العالم كله. شكرا. وانتقالاً لمدينة السلط الأردنية،
التي قطنت بها القديسة ماري ألفونسين عام 1887 وحتى عام 1889، وتحديداً في كنيسة انتقال السيدة للاتين احتفلت الرعية مع أسرة راهبات الوردية وجمع غفير من المؤمنين مع راعيها قدس الأب رياض حجازين ليحيون الذكرى الرابعة لتقديس الأم ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة. وفي عظة القداس ركز الأب حجازين على كلمات العذراء للأم ألفونسين: الوردية كنزك، ومعانيها وأبعادها في حياتنا كجماعة وأفراد. وفي ختام القداس وعلى أنغام تراتيل جوقة الرعية قاموا بالتطواف بصورة القديسة ماري ألفونسين إلى مزارها الذي كشفت عنه الستار الدكتورة باسم السمعان قبل 3 أعوام. وأكمل الأب رياض حجازين باقي أعمال الترميم لبقية المكان ليظهر الحجارة الأساسية التي كانت على زمن القديسة ألفونسين، ليصبح الآن من أكبر المزارات المقدسة في الأردن، الذي سيعاد افتتاحه رسمياً بحفل كبير خلال بداية العام الجديد، ليبدأ بجلب المؤمنين والسياح ليتباركوا من عبق قداسته وتاريخه النير. ويذكر أن القديسة ماري ألفونسين قد أعلنت قديسة في 17 أيار عام 2015 بساحة القديس بطرس في روما، وهي من مواليد 1843، وعاشت في السلط لمدة 2 منذ العام 1887 وحتى عام 1889. بمناسبة الذكرى المئوية 3 لانتقال القديس يوحنا دولاسال مؤسسي رهبانية إخوة المدارس المسيحية الفرير وشفيع المعلمين المسيحيين، أعلن قداسة البابا فرانسيس تكريس سنة يوبيل لاسالية التي بدأت في 17 من الشهر الحالي، وتختتم في 31 من كانون أول من العام المقبل في مزار القديس بروما. ويعتبر القديس يوحنا دولاسال رائد التدريب والتأهيل التعليمي للمعلمين في كل العالم في شتى العلوم التربوية وألوان الثقافة المختلفة، حتى صار اسم ذلك القديس مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأهم منابر العلم والحكمة تحت راية رهبانية إخوة المدارس المسيحية الفرير، التي تعد أكبر الرهبانيات التعليمية في العالم وتضم نحو 90,000 معلم ومعلمة ومليون طالب وطالبة. وبهذه المناسبة تقوم رهبنة إخوة الفرير في الأردن حالياً بالتحضير لاحتفال روحي قادم بالقديس المعلم. بمناسبة الاحتفالات بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية، رعت السيدة تريسي شمعون السفيرة اللبنانية بعمان الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال لبنان الشقيق، بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات ومسؤولين ووجهاء وأعيان ورجال دين وأعمال ورؤساء الهيئات العربية والأجنبية المعتمدين في المملكة، والمدير الإقليمي لفضائية نورسات الأردن الدكتورة باسم السمعان وأبناء الجالية اللبنانية وجمع كبير من المدعوين. وفي كلمتها الترحيبية عبرت السفيرة شمعون عن سرورها بخدمتها في سفارة بلادها في الأردن لما لمسته من روابط مشتركة بين الشعبين الشقيقين اللبناني والأردني كالثقافة والنضال والتاريخ العريق، وقالت إن أرض الأردن أرض طاهرة ومقدسة لما حملته في جعبة تاريخها من حضارات دينية عريقة، وأن انفتاح البلدين تجاه التنوع الديني والحضاري يجعل من لبنان والأردن نموذج في المسامحة والعدالة والحرية في زمن يتجه فيه العالم إلى العنف والتطرف، مؤكدة في كلمتها أن لبنان والأردن يتشاركان في ظروفهم الصعبة وفي مواقفهم الواحدة تجاه القضايا المصرية في المنطقة. هذه الأرض التي نعيش عليها دون أن ندرك قيمتها هي مهد الحضارات والديانات السماوية، وأنا أشعر بالطمأنينة للصداقة التي تربط لبنان والأردن منذ بداية عهد استقلاليهما والتزامهما تجاه السلام والحفاظ على كرامة الإنسان في هذه المنطقة. انفتاحنا تجاه التنوع الديني والحضاري يجعل من لبنان والأردن نموذجين في المسامحة والعدالة والحرية
في زمن يتجه فيه العالم إلى العنف والتطرف. أتمنى لكم عيد استقلال سعيد. عشتم، عاش الأردن، عاش لبنان. تحت رعاية حاملة الصليب الذهبي المقدس الدكتورة باسم السمعان المدير الإقليمي لفضائية نورسات الأردن، أقامت رعاية النبي إيليا للروم الملكيين الكاثوليك في نعور ومرج الحمام بازار الكشافة السنوي الأول، حيث ترأس الأب جورج شرايحة راعي الكنيسة قداساً إلهياً بمعاونة الشماس بول جوري، وبحضور النائب الأسقفي العام لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الأب الدكتور بسام شحتيت وعدد من أبناء الرعية والضيوف والكشافة. إلى المزيد. على مثال الجماعة المسيحية الأولى التي كانت مواظبة على الاجتماع مع الإخوة للاحتفال في الأعياد وتهيئتها بالصلاة وممارسة حياة الشركة، ترأس الأب جورج شرايحة القداس الإلهي في كنيسة النبي إيليا للروم الملكيين الكاثوليك مرج الحمام بمعاونة الشماس بول جوري وجوقة الكنيسة، بحضور النائب الأسقفي العام للمطرانية الأب بسام شحاتيت والدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن ومختار البلدة زياد دبابنة والأمين العام للمجموعات الكشفية الكاثوليكية في الأردن طارق مسلم وأعضاء المجلس الرعوي للكنيسة وسيدات الأخوية وجمع غفير من أبناء الرعية والضيوف القادمين من عدة رعايا. الصلاة مباركة من الجميع، يا رب يتقبل منا جميعا. وخلال الصلاة ألقى الأب شرايحة عظة القداس التي تناول فيها من الكتاب المقدس عن مثل الغني وعن محبة الله التي دائما تظهر لنا في حياتنا اليومية وعن حكمته في اختيار الصالح لأبنائه، وحثنا على حملنا لأي صليب يمر في حياتنا، فهذه هي تجارب الله لنا. وكذلك دائما بفسر اللاهوتيين أن دخول الغني من ثقب الإبرة هي ثقب الإبرة البوابة رقم 3 على المدينة المقدسة بالقدس اللي كانوا يحيطوا فيه الصور. البوابة بعد غياب الشمس بتسكر، ولكن جوا البوابة، إذا كنا نتابع مسلسل باب الحارة شوفوا كيف البوابة زي هيك كانوا زمان البوابات، ففي بوابة اسمها ثقب الإبرة، هي هاي البوابة اللي كانوا يخلوها فاتحة لليل اللي بيجي متأخر ومعه قافلة، يعني الجمل محمل، فكان كيف بدها تفوت من الباب؟ كان لابد أن الجمل ينخ بنزل وبنزله كل الحمل وبدفشوا الجمل بفوتوه بدون الحمل، وكأنه يسوع بيحكي لنا لن تدخل بوابة ملكوت السماوات إلا إذا نخيت، إلا إذا ركعت وشلت هموم الحياة وكل الكياس اللي محملها على كتفك وقدرت تدخل ملكوت الله. وفي ختام العظة شكر قدسه حاملة الصليب الذهبي المقدس الدكتورة باسم السمعان التي تسعى دائماً لخدمة الشباب والنشاطات في كنائس المملكة وعلى رعايتها الكريمة لبازار المجموعة الكشفية في مرج الحمام. بصلوات أبائنا القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، آمين. قداس مبارك من الجميع. وبعد القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة على أنغام الموسيقى الكشفية لمجموعات المطرانية في الأردن لقص شريط البازار، من ثم تجول الجميع بين أروقة المعرض الميلادي الذي اشتمل على العديد من مستلزمات عيد الميلاد والتحف والهدايا. وقد شكرت السمعان الأب شرايحة راعي الكنيسة وأبناء رعية النبي إيليا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقالت للكشافة: أنتم الداعم الأول لكاهن الرعية في كل النشاطات والمناسبات الرعوية، أنتم شباب الكنيسة ومستقبلها. والتقت السمعان على هامش البازار أخوية الكنيسة وقيادات الكشافة
واطلعت من قائد المجموعة جوليا قندلفت على سير العمل وعلى احتياجات الحركة الناشئة جديداً، وقدمت الدعم اللازم للمجموعة. وفي نهاية الاحتفال تبادل الجميع الصور التذكارية في أجواء من الفرح والبهجة. تعد صناعة التحف والتماثيل الخشبية بأشكالها المختلفة من الصناعات التراثية والشعبية الرائجة في الأراضي المقدسة، وهي حرفة يرتبط تاريخها في أرض الميلاد بعمر شجرة الزيتون المباركة التي تعود زراعتها لآلاف السنين. مندوبتنا مارلين الحدوة زارت السوق القريبة من كنيسة المهد ببيت لحم وعدت التقرير التالي. من هنا تبدأ الحكاية، ومن هنا تبدأ قصة يرويها التاريخ، ومن هنا ترسم صورة للعائلة المقدسة. ومنذ اللحظة الأولى التي تخطو فيها قدماك للأراضي المقدسة، حيث رائحة الزيتون تعبق في ذاكرتك ولا تفارقها، بل تزداد إصراراً لمشاهدة أجمل وأروع ما صنع الإنسان من تحف خشبية نحتت بدقة وإبداع. أنا ورثت عن رحمة أبوي الخشب هذا الزيتون، يعني اشتغلوا فيه أهل بيت جالة من 80 سنة، والصنعة هذه أخذوها من ناس كانوا يشتغلوها في عين كارم. الشجرة هذه أتوقع أن عمرها من قبل الميلاد أكثر من 3000 سنة. حابب أني أنحتها وأعمل فيها قصة الميلاد كلها. والزيتون له ميزات كثيرة وكل شيء فيه حلو. الزيتون حتى الزيت تبعه كويس للإنسان، حتى الشجر كل شيء فيه حلو سبحان الله. الزيتون هي شجرة بالفعل مقدسة وحلوة. أشتغل فيها الشغلة تقريبا صار 6 سنين مع سمير لولاس، وتقريبا علمني على الصنعة وصنعة هواية أخذتها، وهينا بنشتغل والله موفقنا في هالشغلة. ومن هذه الشجرة القديمة التي تزيد عمرها عن 3000 عام سوف تروي حكاية الميلاد في أرض الميلاد، وتتجسد قصص الإنجيل بالحفر على خشب الزيتون في مدينة السلام التي تشتهر بصناعة القطع الخشبية. وتعد هذه الحرفة عمرها بعمر شجرة الزيتون المباركة، ولشجرة الزيتون مواسم وأوقات معينة يقطع فيها ليحضر لعملية النحت. فالخشب الذي يقطع هذا العام يخصص لمنحوتات العام المقبل. ويعد خشب الزيتون هو الأفضل لصناعة التماثيل، تأتي إضافة إلى كون الخشب من شجرة مباركة وكذلك من التعريقات المتشابكة، وبنيت اللون بدرجات متفاوتة التي يجملها. بشتغل خشب زيتون إجمال أنا، وهذا كله من خشب الزيتون من شجرة الزيتون المباركة الخشب، ومنشتغله ومنبيعه للسواح وللصدورية وهيك. والشغل يعني صار صعب كثير في الخشب، وهذه الصنعة يعني المزبوط بلشت تنكرض، وفيش حدا بطل حدا يتعلمها وما حداش راضي يتعلمها. يعني ما ظلش عندنا مجالين ثلاثة اللي بيشتغلوا خشب الزيتون الإجمال بالذات، لأنه كثير صعبة وما حداش راضي يتعلمها وخطرة كثير. تعلمت من عمامي وولاد عمي بقوا يشتغلوا، عمامي الكبار، وتعلمت عندهم وصرت أشتغل. بختص في التحف الشرقية المكونة أكثرها من خشب الزيتون. معظم الموجود عندي في الدكان يمثل الديانة المسيحية ومراحل المسيح، مراحل صلبه، مراحل عذابه، وبالإضافة إلى قيامته. وهذه كلها صناعة أكثرها صناعة من أهل بيت لحم وأهل بيت صحور وأهل بيت جالة. أنا بشكر تلفزيون نور لأنه فعلا بمتعنا دائما في برامجه وصلواته ومقابلاته، وهذا يعني القناة هذه بتشجع كل المسيحيين الموجودين في منطقة بيت لحم في متابعته. مرحبا، أنا عجبتني هذه المغارة الحلوة وحاب أشتريها، وديها عندي على هيوستون. وأهلا وسهلا فيكم في بلدكم في نور سات، برنامجكم حلوة وشكرا لحضوركم.
مغارة الميلاد تذكرنا ببداية المسيحية في وطننا العزيز، حيث في بيت لحم ولد المسيح، والأشغال الأشغال بيشغلوها بشكل محلي صنعوا هذه المغارة المسيح التي تشكل المسيح والرعيان ويوسف ومريم. مرحلة حلوة من حياتنا المسيحية. والتماثيل تمر بمراحل مختلفة، تبدأ من قطع الأشجار، تجفيف الخشب، فرز الأخشاب بحسب الحجم الملائم لكل قطعة فنية يراد تصميمها، ثم تصميم التحفة الفنية ووضعها في آلة مهمتها الحفر الأولي للحصول على شكل عام للتحفة، وبعدها تأتي مهمة العمال لإكساب التحفة شكلها النهائي قبل حفها وتنعيمها ثم طلاءها بمادة اللاكر أو تركها على طبيعتها. بشتغل تخريم كريسماس وصنعة حلوة فيها مجال كثير، يعني فيها تخريم كريسماس، مغاير، في تماثيل، شغلات من هالنوع. صار لي 50 سنة بشتغل في المهنة هذه. احنا نشتغل خشب الزيتون لشانه مبارك من أرض مقدسة، وأنا بيجوا بشتروا السواح برضو بأخذوا بباركوا فيهم دورهم وكنيسهم، وبشتغل شغلة عن احتراف، كل شغلي يدوي أنا بسويه على الإيد، مش شغل مكنات كوبي وهيك إشي، كله التماثيل والمغر بحفرهم حفر على الإيد وكل شغلي يدوي. وأنا صار لي فوق أكثر من 50-60 سنة بشتغل خشب الزيتون، وأنا عمري في الأيام هذه 73 سنة، وأنا عمري 18 سنة وأنا بشتغل خشب الزيتون. خشبة الزيتون هي مباركة. أنا بقلي 50 سنة بشتغل خشب الزيتون. هذا بنجيبه من شقة الشمال الخشب، وبنسوي منه جمال ومغر وصحون، يعني وشوف بيجي لخشب الزيتون نعمل منه حيوانات وخيول، كل شيء يعني بنعمل منه. بيعملوا مغر مسد شقف، بيعملوا مغر حفر، وهذه يعني في ناس تعمل تماثيل منه، مش وسط المسيح وهيك شيء، لأن هذه شجرة مباركة من المسيح. وهذا خشب الزيتون رمز جبل الزيتون في القدس وجبل مبارك، والزيتون في العهد القديم له معاني كبيرة في صموده، في جذوره ثابتة. وشكرا لكم. هذا المحل من جدودنا من سنة 1818، موجودين في ساحة المهد لبيع التحف الشرقية والهدايا للأجانب اللي بيجوا بزوروا كنيسة المهد. إذا أنت شايف الجانب هذا كله عندنا خشب زيتون. وفي شارع المهد القريب من كنيسة المهد تنتشر عشرات المشاغل المختصة في صناعة التحف، حيث يحرص الحجاج على اقتناء قطع خشبية مصنوعة في الأراضي المقدسة، والتي تحتوي على مميزات تجعل التحف المصنوعة من هذا الخشب في منتهى الجمال. احنا عائلة صخبية، احنا حاليا الجيل الرابع في خشب الزيتون، ورثناها ابا عن جد. بنشتغل في صناعة خشب الزيتون وعلمنا اجيال واجيال،
وصناعة يدوية قديمة كلها نشتغلها من خشب الزيتون الأصلي تاع البلاد، لأن هاي صنعة يعني إحنا مش هدفها مادي بس، هي في الروح موجودة معانا في الدم، إحنا يعني نتورثها أبا عن جد دائما ونعلمها للأجيال اللي بعدنا. للنورسات مارلين الحدوة من مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح. ببركتي سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد يقدم المسرح الكاثوليكي عمله السابع بعنوان رحلة، وذلك على مسرح شمس بعمان الكونكورد سابقا، بحيث يكون الافتتاح بتاريخ 13 من الشهر القادم الساعة 7 مساء، ويعاد العرض يومي 14 و15 الساعة 6 مساء. المسرحية من تأليف وإخراج ركان مسيح وإشراف عام خلدون هلسة وإشراف ديني الشماس ينال عوابد. فنون المسرح الكاثوليكي بمسرحية رحلة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رهبنة الوردية في الأردن تحتفل بذكرى تقديس الأم ماري ألفونسين. البابا فرانسيس يعلن عن سنة يوبيل للقديس يوحنا دولاسال. السفارة اللبنانية في عمان تحيي عيد استقلال بلادها. كنيسة تمار الياس للروم الكاثوليك تفتتح أول بازار ميلادي لهذا العام في مرج الحمام. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.